تلفزيون بانوشينك العطل افتح الوان متبعية وعامل فوق خطوط في الجزء العلوي من الشاشة. مجموعة من الخطوط في الجزء العلوي. أشغل فيديو أوديو. الوان متبعية وخطوط في الجزء العلوي من الشاشة. مجموعة الخطوط هفتح واشوف النظام من جوه ايه. ده مكشف 35x100 مكشف الجديد نفس القيمة 50V/100 أشغل التلفزيون بعد المكشف 50x100 الخطوط اتمنعت من فوق خالص. أوصل الفيديو شاشة زي الفل مفيش أي خطوط. هبدأ أعمل الألوان. هبدل البي تي سي. البي تي سي فكيته من مكانه اركب واحد تاني.
الوان زي الفل، ازود الاضاءه شويه. تمام يا باشا، شمال في شمال يا باشا، يلا بعدين يعني هنا اكسل. ماشي ماشي.